هذه مسائل أحببت بأن ألقي الضوء عليها. هناك الكثير من المشاريع الكبرى المتعثرة التي نأمل أن نستطيع من أن نعلن بأنها سيباشر إلى العمل بها والعمل على إنجازها خلال العام القادم، من ضمنها مشروع البرجين للدوار السادس، وسأسميه رغم أن الكثير من زملائي الوزراء قالوا لا تسميه، لا بدنا نسميه لأنه هذا موجود هناك من سنة 2006 وأنا الأوان لأن ننهيه حتى لو بتدخل من الدولة، لأننا لا نستطيع على مدخل عمان أن نترك أن نترك هذا المعلم دون أن ينجز، حتى لو كان إنهاؤه لا يتمتع بجدوى اقتصادي. أما اليوم هو علامة ومؤشر على مشروع غير ناجح، سنعمل على إنجاح هذا المشروع وعلى إتمام هذا المشروع بمنتهى الشفافية، وحتى لو لم تكن مبنية على فكرة الجدوى الاقتصادية، ما يهمنا أكثر فكرة الموثوقية، وبأن هناك منهجية جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية لا تقبل التعثر في المشاريع، وهو الأمر الذي دائما يؤشر إليه جلالة الملك فيما يتعلق بالإنجاز الذي نسعى إلى تحقيقه، وإلى مقاربات أخرى ترتبط بالكثير من المشاريع المتعثرة التي سنعمل على فكفكتها وعلى أن نتجاوز أوضاعها السيئة الحالية إلى أوضاع أفضل بكثير.